اديهولي يا منى. يلا يا خلود. السلام عليكم. اهلا ست ام خلود. ام خلود حاضر. اهلا. انا حضرتك ركبت ذنب. ايه؟ ركبت ذنب اشتريت من واحده جارتنا وقتين سمنه ب 140 جنيه. انا مش عارف اي حاجه خالص غير ركبت ذنب، اللي بعدها ايه ما سمعتش. اشتريت وقتين سمنه بلدي من واحد جنبني. اشتريتي وقتين وقتين؟ اه. هي لسه الوقه شغاله؟ هي الوقه لسه ب 140. هي الوقه هي الوقه لسه شغاله؟ اه ب 140 جنيه. 140 جنيه، اشتريت سمنه ب 140. وبعد ما اشتريتهم لقيتهم وحشين، فروحت لقيتهم مش حلوين. طيب. فروحت قدام بيتها ورحت كبتهم على الارض قدام بيتها. اه. فما ذنبي بقى بعملها انا دلوقتي؟ ولا اي حاجه خالص، تدفعي لها ثمن الخساره يا اختي، ده قانون في الشرع زي 2 في 4 ب 8. انت لقيت الحاجه معيوبه توصليها للي باعها لك من غير ما تكبيها، كبتيها نقدر هي شالت من البايظه شالت كام واللي ضاع بسبب رميتك ليها كام تدفعيه لها، يعني تاخدي منها 100 جنيه بدل ال 140، الا اذا كانت ضاعت كلها يبقى يعوض عليك ربنا في ال 140 كلهم. في حاجه اسمها المسراه اللي هي واحد واحد يبيع لواحد جاموسه او بقره قعد 4 أو 5 6 ايام حابس لبنها فيها، عشان لما يجي يبيعها يبان اللبن كده قدام المشتري في الضرع كده كبير، يقوم يروح يا ولدي يتخم ويفكر ان دي عاده البهيمه وبتحلب كل يوم كده، يلاقيها بعد ما تفضي اللبن اللي فيها ما بتجيبش ربع كيلو كل يوم. الشرع قال له ايه؟ قال له واحد انت ممكن ترضى. خليني كده معاكم بالترتيب الجميل خالص. خلاص، واحد باعها لك وطلع لبنها قليله، انت رضيت مفيش مشكله. 2 يجوز انك ترجعها له لان هو غشك والبضاعه اللي باعها لك حتى لو كانت جاموسه او بقره معيبه. 3 بقى عشان انت خدت اللبن من المعيوبه دي، شفتوا الدين الحلو والحلو النجفه 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 النجفه. انت خدت 2 كيلو لبن تدي له ثمنهم. يبقى تاخد فلوسك وترجع له البقره المعيوبه ونظير اللبن اللي ساعتها خدته تدفع له ثمنه.